الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حسودر دار من إلهي عبسيديس، إلهي عبسيديس هو عمل للي ما ديه وأري أري أفكار لغير هذا ما، وأنا ما استري أن أخذ بدي أورك هذا اللي، وما دان إني بابي دونته، هذا أن خير كان الله فارين حماهنا لغيرهين، إلهنا وما ده حكوة تبي إن لغيره له، دد وانا أقول يا را، حماهنا كره وقديك، هذه اللي إسكت دعوته تدكوا وده دمبيلي. من الدنب يجيب السمية، من نواجب كي صار إنه وحش يجو كجابي، أنا ودنب ما سمايو، دين تيدنا وان كتوس نهاي، وعدي عدي واجب كلاو كصار ناي قف كم بحنايس، سيد الصلاة واجب أطهاي، صوم كنا واجب أيهاي. بي واجب أطهي وانا قدت كأن لا فرو وحلاش يبو حماهنا لجر يبو الداعي اللي يرادو ضدك واجب تقي وعيل دمري عرور إيه أنت ضدك أنت سكلا با علمي عام با قفل بوانا جو قرانا يضدك إنه أجيره واجب واجبات كأن لا إلاريو سنك الله سمعيو مركي أمر بالمعروف ونعي المكر يرادو تخير كافرستي سمرك يرات واجبات كا مركه الرسول نظر السمين تدع يراته فرائض كا لود دالي صلاته سنن كا هابا يران وحيث هذري حدود أهاين واجبات كنان تيعمن صنك سنن هابا يران صدقتي سنن هيد با يران مرك دمبنا واجب كبا الله يسوع من صلاتي فرض كا هيد با عذري عليه نقن قولك السنة انتو كد دالا ايو فرال كاموران مقالو سنة مركي الله صوت عافو بحدود دي اي بوت كي اي درب دي فرال كالله اسلائما فرنت شايدان كا اي نفتو وحي نقر ايان قدار كي واجبات كي نقر مرنوات كال ريحي مرنوات لغو ريحي مرنوات الله ايمان مرنوات لغار ريحي واجبات كي با درب الله جبسان حماتدنا marka hore makruuhaad ka la fududaysan ma iska da xaraan ma aha waxba ku adkayn in xaraan ma aha si loo leeyahay ba marka dam xaraanta la isula iman yushiku an yaqa fihi way marka man hama hawla al hima yushiku an yaqa fi darbiga xaraamta la iman ummadan hadaan sunan ka la farin waajib ka faritaan kisa culays ku iman hadaan makruuhaad ka laga reebin xaraanti ba hadhow la isugu imano نفتو هداي برت حرق إن لوسي دايو هل كي حدود لوقت إيجي حكمها دجال كل نقطة هل كاسه مرنا شيء أمرنا لجسوا عليا إلهي مدن وحواتب كذا لجسيا صلاة يا صانك إن الحماه دت كلا جرها أبو إن الحماه كره بطلبة وشيء دولية كوا أدو واتب إلهي كصارع يرد فلسه يدبيكوا كده مرك الله بعدنا إن رجال لجا قبى إلهي دت كانوا قام فوق oo wanaaga hadda u sheegtay waqti ka dib inuu ku duxa laga yaaba inta uu ka tagay inay ku soo noqnoqoto madaxiisa ku wareegtaa laga yaaba hadii balse uu toosnaan waayo isna hadda walaaqtiisa cudurdaar ma laho waa loo sheegay adiguna eed iyo dambi ma lihid oo waajibkii waad gudbiso waad sheegtay aakhara waxa iman doona qiyaamada nabiyaal aan cid soo raacdo la socota jirin intay noolaayeen nabi laga dhigayna dadka diinta ugu yeeray nabi nuux 950 sano dadka ugu yeeray falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 aaman iyaro doono uu sameeyay qaaday ba ka rumaysay wama aamana maahu illa qalil iyar ba rumaysay 950 sanana uu dhax joogay adiga waajib ku saaran maaha midahana adiga lagu gumale صدرت عدودار وماها إن أتكداشوا تتكونا جئن لاشيو
حماها اللو قدقو سماها الله فرو إنا ييلان ووحفي عن هدا ييلي وايان أذقنا قعنتك بهي سيد إنا يقبلان وإنك لا تهدي من أحببت النبي محمد يقولي صلى الله عليه وسلم لكن أذقا واجب بوتي أذقا واجب كي كادعي أذا كبت بادي قوم كريب بري إسرائيل بينه السبت ذا إنا ملايقة قرطان قرابتان وي ملايقة قبصدان لغا ريبي ما الماء كلنا والله فصحي ما المي كلا بدي سبوا اللواي وما الله امتحانه يوي السبت ذا بناك هو ذا شيفا وهي لان دي ورسلا ما هان كرنه السبت ذا نطوس وما قبصان كرنه أن لغلوقن وقيل رادين أن حيالا ضيسان ونشرع قدبا مريينو نكي سوغو صومو وبيغتين بادي سالك بيها كعبا يري الله ساسا لو سرا إلهي عصرنا يري هذين سالك ديبا يقودت قودين بيها قلان بدو مركا يديبو عارضانا ملايك انباشي كوهارو وبيو ديبو قدباشا وايو ساسا يالا يدهن أنا مركا سالك ما نانو عارسانين لكن قودت كانو قودنا أنا يقول بختك هلب كي سمعوني فوت كي سان عباوي مغشين تيم حي سببتي قلنا راس يجوا يبرت الله صدق أنتي كليد عن سامين الله يوكلك شبين قلنا دت كله هذاش يبرك الداعي رواد دمبي ورلاه كعب صدق هذا يا قلنا أنتي إسكام مسلم كون دت كله الله يه دب أردية قيد يجري ورني ما كوا حبايس كحيد شنن وحبيد كيالي معياني كلنا بإلهي بعذاب الدور كون عذاب بيكون صعدانة نبي يهودين كتير نكون مشقولة دت كان إسكام داعي سدح راس إلهي سورة كشك هي سورة الأعراف وحال يري قردي تري وروحن كداية قردي مرك ما حد يسوق له بيسان كون وحير هذا لبا بد بان كربنا كون أن جواج بلاه إن سارم فرينا هنا لبا إلهي محور له كسر هرمونية وحور هذا الكود حنا والله جيابة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قل إلهي هرمونية خير كوافتي يعني أنا بلاهي بسودك دم بغير للسمية دادك إلهي عذاب بكسو الدجي إلهي وحراشه كوي ظلمك قالي والا عذابي كوي وركد آية يرين والا بادبادي كوي كد آية لها أنجينا الذين ينهون على السوء بالير حما هد آية دادك إلهي بادبادي ويواجه كوي بكسو بحين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس عذاب حنبا نققبا نكوي كلا ظلمك السميين كو ظلمك التوسك السميين وعلى قرتي أو يكو يقو آمسنا ظلمو دي كتران وهي واجب بيدا يعان لولها ولذلك ربني إسرائيل إلهي مركي قبين قار كوري في عنا فريتانك يريبيتانك بولعنا دي ولعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعك سوى كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وهي واجب كان نكن ظلمه وقاله وإما واجب أنه ضيعه وإما حران يدن بنه قاله أمر بالمعروف كي واجب كهذا ضيعه ظلموه بعد كمته وحبت بعده كريه الله الشيغي وذلك واجب كي وذلك صباح ذلك أسعه كالات ضيعي واجب كي إيجو نسيده وذلك دن بيقى أن توسو قليل دن بيقى ضيع عادم ماهانه وكالا النبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام وحالي أنه وضد في عنا وسكتوا وطوصنا عبادة يسنى وندب القليل إنه جيران عذاب من أقول عذاب من هلاقة إياه قاسوا لي ها إذا كثر الخبث حتى يحموه كثر أي تنبذاته وليس عذاب إياه وحيرا الصومالي ذو ضم منافق شدي بامومي قلتا صوما حتى نحما عددك اللي قرره من حافظه قليل ولكننا كنا نقول أنت ربري إسرائيل إلهي كعان عنتي علمية عامة أدون كلا ريبين ما هينو عادية لقنا ربري إسرائيل لعنة داني وحيكون موتين لابو دم بيقيو يقالان إيه إنا يسكد علم وايان وقيب استاكتو ويستاكتو كعيل يسور دايا هذا اللي وايان إكوا قرب السقون نقضة إكوا قاب صدين نقضين إنتي با إنو قبضان إنقنا دمبغا قيبا كميدا آيات كلا لغو تلمامي إلهي وحير ربنا إسرائيل سيدنا النبي لو سودري كتابنا لو سودري
waxay ku faanayeen nabiga inay rumeyeen kitaabkaana haystaan ilaahay wa taraa kathiira minhum in badan waxaad arkaysaa oo kamida yusaaricuuna fi lithmi waaludwaan dembiga iyo xadgudubka waa ku degdegaan afar labaatanka saac dad baan caynaa dad baan xoolo ka dhacnaa dad baan isku dirnaa bal innaga social mediaheenna firi fadhi ku dirir keennana tag maxaan maanta oo dhan u sheernaa reer hebel iyo reer hebel iyo koox hebel iyo koox hebel sooma iyo gruub iyo gruub baa laysu wada haystaa fadhigeenna nin baa la yidhi xanta maa iska daysid niyow sheeko aan xan lahayn waa raashin aan cusba lahayn raashin cusba lahayn ma dhadhamayo sheeko aan xan lahayn ma dhadhamaysaan maraynaa markuu la qaylbaxay wuxuu ku leeyahay waxaa la yidhi dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa xaabdaaq xooluhuna caleenta daadatay cunaan dadkuna waa xan ku nool waa xan ku nool mujtamacan wakaanuu yactaduuna intaa uu xamanaya dad buu ku xadgudbayaa dad buu diintooda caaya dad buu qabiilkoodii nasabkooda caaya dad buu sharaftoodii caaya dad buu wax ka sheegayaa oo xamanaya qabiil dhan buu xamanayaa reero dhowrro dhan buu xamanayaa oo wax ka sheegaya caayaya war maxaad u caayaysa haddaad tiraahdana wax ujeedo macno lagu kaleer wakaanuu yactaduuna waay wuxuu ilaahay ku daray kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluu yusaaricuuna fi lithmi waaludwaani waaklihim asuxta xaaraan cunka safka horaa la wada fadhiyaa toban juz buu aqrinayaa xaaraan lagu ka shaqeeyaa maanta waa sooman yahay suxuurtiiyo afur kuna xaaraan weeye wax dhacay buu gadayaa khiyaaniyo musuqmaasuq buu ka shaqaynayaa ribuu ku jiraa laaluush buu ku shaqaystaa dad buu isku diraa dad buu wax fallisaa bal suuqyadeennii taga dadkii masaajka joogay markay suuqa tagaan waxaad dhahaysaaba dadkan iyo dadkiiba ma aha miya ninka jayriiska ee ka sheekeynaya soomaalidu khamriga iyo doofaarka ma cunno xaaraan diintu ma ogolay dhahayaan wax xaaraan ana way ka wada shaqaynayaan khiyaano iyo musuq maasuq iyo mardaba soo la yaaban soomaa arag oo kuwan kale xaaraan ma aha miya mararka qaarkood doofaar la cunaa ka sahlan dad xuquuqdooda la qaato oo doofaar aad cunta adiga rabbi keliya oo idiin dhexeeyaayo towba yaraa wii dhaaf bay kaaga filan tahay xuquuq bini aadan iyaga inaad raadisay u baahan dikal aakhara kaa go-an dhiig muslim buu daadinayaa doofaarkana waa xaaraan baan uga tegey buu leeyahay doofaarka xaaraan ma cuno oo dhiig muslimka iyo doofaar la cuno iyo dhiig muslim la daadiyay yaa daran xooluhu in reero dhan la barakiciyo ku bixinayaa waaklihim asuxd labiisa maa kaanuu yasnacuun labiisa maa kaanuu yacmaluun kadibna waxaa loo soo dhacay qaybtii labaad ee dadka khayrka in u sheegta laga rabay ee iyagana aamusay in shib yidhi lowlaa yanhaahumu rabbaaniyuuna waalaxbaaru war dadkan culimmada ah iyo dadkan cubaadda ee masaajigu toosan ee waan fiican nahay leh dadkan bay wax u sheegaan may xumaha ka qabtaan may ilaahay ka cabsada dhahaan war dembigii iska daaya may dhahaan war waajibka ilaaliya may dhahaan lowlaa yanhaahumu rabbaaniyuuna waalaxbaaru dadkii toosnaabaa lala hadlayaa oo culimmadii iyo cubaaddii ahaa qoladan iyagu kuma daato dembigii bay ku jiraan intiinii kalaa wey intaan dembigan gelin ee ilaahay dartii uga tegey iyo intii diinta taqiinay xaggeedaadeen suuqa makhaayadaad fadhiisato toban sheekho dontoo diinta taqaanaa fadhida ninkii ku dhashay qur-aanka xifdiyey bukhaari iyo muslim iyo tafsiir iyo fiqh alaakhiriyayana fadhiyey baa wuxuu rabaa inuu yidhahdo waxaan ma garanayo saxaabada nabiga cali sl nin baa soo islaami jiray maalin gelinkeed buu nabiga la joogayay kadibna qabaa'il buu islaaminayay adiga cimrigaaga waxaad ku cirowday cashiraad fadhiday aw waxaad baranaysay wili inaadan u haysanin bay xil waajib inuu ku saaran yahay waa khalad qoladan may ka reebaan waxaan labiisa maa kaanuu yasnacuun war kuwana dhaqan xumaa buu ilaahay dhaqan xumaa kuwan waa iska fiicnaanaynaa cilmina waan naqaanaa dadkana shib baan ka dhahaynaa war guryaheennii iyo suuqyadeennii aan dib isugu noqonno dadka suuqyada leh dadka hoteelada leh xaafadaha dadka wada degan kuwa meelaha xidhan degan kuwa guryaha dhismayaasha aleh iyo kuwa degan ma awoodi weynay intaasoo kharash baa baxa inaanu samayna ciddaba gasha ku shaqaalayna wixii xumaa dadka in lagala hadlay dhaqan xumaa oo gurigan dhaqan xumada laga ilaaliyo
oo suuqan dhaqanxumada laga ilaaliyo oo jidadka laga ilaaliyo hata masajideedii waa gabeen midalba balinta aagisi iyo xaray ku hareereysan inuu ka hawlgalo haddii in walba inta agteeda ay suuxil saarto ummad wanaag waa wada gaadhi lahaa markaan wanaagii faristiisii ka gaabinay dad qalata inaga soo baxday wayi hore sheekooyinku maan ku maqli jiray madax kuti iyo dad qalati iyo sumaydaan maqli jirin waxa dhacaya hadda magaaladeenna haddii nalooga sheekayn lahaa mabaanan rumaysanin waxaan dhihi lahaa waa laga badbaadinayaa iyo been baa la sheegayaa iyo dadkan sheekadaa lagu yar qurxinaa lagu camirayaa waxaan isdhihi lahayn baa waxaan xasuustay soomaalidu waxay dhaheen meeshaa ma marinna da'deedaadan gaarin waxaan ma cuninna baahideedaan ku qabanin iyo cimrigaagoo dheeraadayna waxay dhaheen soomaalidu qaar geel dhal ayuu ku tusaanay maa weligood geel ba arki jirin baa geel aragtidiisa gariib ku ahayd isagoo dhalayana kama sii darande daan geel weligood ba arag haddii aad tiraahdo geel dhalaya ma aragta isagaa baran arag isaa ku arkaa kuleeyay marka waxay ka hadlayaan wax qariiba oodan weligaa arag oodan filaynin baad arki doontaan wax ka sii xun baa dhici doona dadku bahala iyo waraabay noqon doonaan dadku suuro insaan dad leh laakiin nabigu suu sheegay quluubuhum quluubu dhi'aabi yayda qalbigoodoo kaley leeyihiin baa dadkan ka soo dhex bixi doona haddaan dadka khayrkana la farin xumahana laga reebin dacwadana aan loo istaagin aan sida la iska dayno inteennan baa odayaal ummadda u ah inteennana culimo u ah inteennan xaafadaan ka soo wada toosnay qof walowba xaafaddaad ka soo toostay iyo aagga aada degan tahay iyo ganacsiga aada odayga ka tahay u abaabul dad wixii xun ka hortaga oo markaad kari weyda annaga nagala baxay yidhaahda meesha iyada lama ogola dadku wanaag ha ugu soo hirtaan aag aag haddaynan isu abaabulin ilmo gacanteenna kuma jirayo ubadna kuma jirayo gabdheheenni wareeg baa lagu imtixaanay habeen socod baa lagu jirabay aabbihii hooyihii ahalkiina indhahan ka dhowrannay habeen kasta mid baa la waayey baa laleeyahay xalaytadan kuwaa la waayey baa ladahaa war dadkan lala yahay uun la waayeye baadida una iyaga mawa arkaani maxaa wareejinaya habeenkii maxaa dadkan dadqalatada iyo bahallaha iyo dhi'aabta iyo yeyda noqday maxay u wareegayaan inta kalese maxay uga reebi laadahay war dadkaa xunna aynu iska qabanno dadkeennana aan xumaha ka celinno haddaynan dacwada innagaa ku noolee dacwada u gargaarin oo diinta dadka u sheegin innagaa dabkeennu basiyo ku guban dembigaan galayna dabkiisa ubadkeennaa ku guban innagaa ku guban haweenkeennaa ku guban walaalaheen baa ku guban dariskeennaa ku guban dad inoo badbaadi maayo ilaah waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala kuwii rabbigood ka cabsada diintiisi iyo dacwadiina u khidmeeya allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة